بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال رقم 78: نتيجة مشكلة فنية في المحطة أو في مصنع الخرسانة، الخرسانة اتأخرت لمدة ساعة مثلا. أولا عايز أقول لك إن تأخير الخرسانة مشكلة كبيرة، ممكن بسبب الطريق ودرجات الحرارة العالية تؤدي لأن الخرسانة تشق بسرعة. فإحنا هنتكلم عن حتة زمن الشك الابتدائي للخرسانة. إحنا دايما عارفين إن زمن الشك الابتدائي 45 دقيقة. طيب ده 45 دقيقة دي في الخرسانة اللي مش محطوط فيها مؤخرات شك. الخرسانة اللي مش محطوط فيها مؤخرات شك، مؤخرات الشك دي بتعمل ايه؟ بتأخر زمن الشك الابتدائي والنهائي شوية، بحيث ان المسافة مثلا من محطة الخرسانة والموقع اللي هتصب فيه لو طويلة بتأخر هي زمن الشك، عشان ايه يا باشمهندسين؟ عشان تقدر الخرسانة تروح هناك قبل ما تشك الشك النهائي بتاعها. طيب في حالة الخرسانة اللي هي بتتصب بالخلاط النحلة أو الخرسانة بتتصب في المصانع وما فيهاش مؤخرات شك، فزمن الشك الابتدائي 45 دقيقة. طب فيها بقى مؤخرات شك، فمش مشكلة الخرسانة تتأخر شوية، عادي ما فيهاش أي مشكلة. طيب لو الخرسانة اتأخرت بمدة كبيرة مثلا 10 ساعات، تخلي الخرسانة انت بكل حال من الاحوال ترفضها. اولا لو الخرسانة اتأخرت مثلا 8 9 10 ساعات ما تصبهاش، حتى لو هو اقنعك ان احنا حاطين 7 جرادل مؤخرات شك برضو ما تقبلش الخرسانة، لان في كميات معينة للاضافات ما ينفعش تزود عنها. تمام، يبقى خليك عارف الخرسانة اللي محطوط لها اضافات مؤخرات شك ده بيبقى مكتوب في البرنت بتاعك، ممكن تتغاضى عن ساعتين، الخرسانة تتأخر ساعتين. أما لو ما كانش محطوط لها ومكتوب في البرنت إن هي مش محطوط لها مؤخرات شك، ف 45 دقيقة ما تتغاضاش عن بتاعنا، أقرأ الكلام ده لا توجد أي مشكلة حتى لو تأخرت ساعتين، طالما إن زمن الشك الابتدائي لم يحدث. لكن لو السؤال إنها اتأخرت 10 ساعات فماذا تفعل؟ الإجابة في هذه الحالة هو أني سأطلب من المقاول إنهاء أعمال الصب، وقف على كده ومش هنصب في المناطق التي لا يوجد بها قوة قص، وأن تكون تعمل فصل صب يعني، وأن تكون نهاية الخرسانة بشكل مائل على زاوية 45 درجة، وقد أطلب من المقاول حين استكمال الصب وقدوم الخرسانة أن يقوم بغسل نهايات الخرسانة التي تم صبها مسبقا. ده بالنسبة للسؤال رقم 78. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.